يسعد صباحكم صبايا شباب متابعين، كل عام وانتم بخير. بدنا نحضر وصفتين لرمضان بآن واحد، هو الفطر الطازج. ممكن يجوز بالموجود الفطر المعلب. الفطر بيجي بهالطريقة، المفروض نغسله بماء بارد، وبعدين بنحط ماء بارد يا صبايا ومعلقة خل، الفطر ونتركه 10 دقايق، بعدين بنغسله بماء بارد. أخذنا نظافة زائد تعقيم ومحافظة على اليد بهالشكل، وبحطها بنصفي. صبايا بعد نقعوا 10 دقايق بحطه بنصفي، صار جاهز. نضيف الفطر، حتى الليمونة بتنظفيه بهالطريقة، وبعدين تغلي المي مع معلقة سكر. بعد ما تغلي المي بتطبي الفطر لمدة 4 دقائق فقط، وبتشيلي بترفعي فورا، بتكوني محضرة ماء مثلج بتحطي فيه، وبعدين بتصفي وبتحطي بأكياس وعلى الفريزر لوقت الحاجة. خلينا نتابع وصفتنا. شايفة ايش قد في وصفة نضيف الوسخ اللي طلع؟ كبيرة خل وقت نقعه أول ما بتجيبي، وهو ما له نظيف. أي نوع خل ما بتفرق، جود بالموجود. الخل يختلف حسب المصدر، ممكن خل تفاح، ممكن خل أبيض، قصب السكر، العنب الأبيض، العنب الأحمر، ما في مشكلة. المهم الغاية هي التنظيف والتعقيم. الفرن حسب الذوق الشخصي، بس يفضل إنه يكون الفرن خشن. من شوحه بمعلقة دهنة، يا ريت نحط معلقة زيت مشان ما تقطع الدهنة معنا. ممكن بدك بزيت تشوحيه، بدك بسمنه، هذا ذوق شخصي، ونحترم ذوق الجميع. بنشوح فطر، بدهم تقريبا نص كيلو لحمه او ربع كيلو لحمه، هذا حسب الذوق الشخصي. لحمه شقف بدنا نسلقها. بعد ما شوحنا الفطر رح نشوح اللحم مع منكهات عطريه، اللي هي ورق غار، حبهان، مسمار، رنكل. تشويح اللحم بالمنكهات العطرية، حطينا ماء ساخن ما بيصير بارد مشان ما يشد قوام اللحم. بدنا نقش هالزفرة هاي كلياتها، وبعدين بدنا نحط هالبصل ومنتابع سلق اللحم. هالبصل بتعطي للمرأة طعم ولا أروع، لأنه رح أطحنها بعد استواء اللحم. أطحن البصلة مع الصوص بالمكسر، يعني بتختفي، بتاخدي طعمة البصل المميز، ولكن ما في بصل. بعد ما نتأكد من سلق اللحمة تماما، نحط الفطر فوق المرقة، ونترك المنكهات العطرية، وراح نطبخهم مع بعض لحتى تتسبك المرقة. دائما نسعى لسهولة التحضير. عندك طريقتين، اما بتحمصي معلقة الطحين بمعلقة زبدة او معلقة سمن عربي او زيت جود بالموجود، او بهالطريقة تخلطي الطحين مع معلقة سمن عربي بهالشكل، ورح نحطها فوق مرقة اللحم. رفعت اللحم ورفعت الفطر والمنكهات العطرية، وبقيت البصلة مع المرقة. هلأ بدي أحط معلقة الطحين، ممكن تحمصيها وممكن ما تحمصيها، بهالشكل بخلطها بالمكسر. أنا ما حطيت على القعر مشان ما تتأحوط التيفال، بهالشكل بس. خلاص صار في تجانس. هلا برجع الفطر واللحم. نتابع التسبيح، شوفوا شلون المرأة. حبيتوا لونها اغمق بتحمصوا الطحين.
كل وحده سبحان الله طعمتها شي حلوه. بتحمصي الطحين بتعطيكي طعم، وبدون تحميص بتعطيكي طعم، بس نسبه الطحين ما تكون اكبر من معلقه كبيره وحده زائد معلقه زبده او سمن عادي. اللي منزلتها سابقا الى جوزة الطب يا صبايا، والى بهار فلفل اسود الى بتلاقيها اغمى. هاي معلقة الى مجرد بهار حلبي ونكهات عطرية اللي سلقنا فيها مقادير. نص كيلو لحمة شقف قطع كبيرة، فطر 6 علب، معلقة طحين وحدة، معلقة زبدة وممكن سمنة، دهنة، شوحنا فيها الفطر. ما ننسى البهار الحلبي منرش عليها، بيعطيها فعلا الطعم الأطيب والطعم المميز في المطبخ. الجروب مطبخ دلال حناوي للنواعم والمبتدئات خطوة بخطوة. أهلا وسهلا فيكي صبية، إن حبيتي تتابعيني تابعيني على قناتي باليوتيوب. مجرد كبس زر أحمر مربع اشتراك راح يوصلك كل جديد. أنا فتحت اللحمة بإيدي مشان نشوف هاللون الزهري الجميل بإنه مستوية واخذة استواء كامل.